بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله مع اخر سيشن في السي بلس بلس، ذا لاست ووردز اللي عايزين نقولها للناس. اول حاجه، احنا طول الوقت شغالين في حاجه اسمها كونسول ابلكيشنز، ولما احنا المره اللي فاتت لحاجه اسمها جي او اي او ديسكتوب ابلكيشنز، في كمان حاجتين اسمهم ويب ابلكيشنز وموبايل ابلكيشنز. السي بلس بلس لغه الميجور بتاعها في الكونسول ابلكيشنز دي، لكن ممكن تستخدم برضو مع الحاجات التانية. ده شكل الكونسول طبعا زي ما احنا كنا شايفينه. نصيحتي دايما للطلبة، بتلاقي ان الطالب دايما نفسه يعني يعمل اسرع حاجة تخليه ينط في السوق، لكن السلم بتاع التعلم دوت لو نطيته بدري بدري بتقع وقعة وحشة جدا بعد التخرج بسنتين تلاتة. بتبدأ تحس المشكلة لما يبقى عندك حاجات أساسية أنت فوتها قبل فوات الأوان. فنصيحتي ليك، ما تخرجش بره أول سنتين بأجازة سنة تانية كمان بره خارج الكونسول أبليكيشنز. يعني ما تروحش تستهلك وقتك بقى وتعمل جي أو أي أبليكيشنز، أو تبقى فرحان إنك أنت عامل ويب أبليكيشن، بينما كان مطلوب منك إنك أنت يبقى عظمك ناشف قوي في أساسيات البرمجة. فاشغل بالك في أول سنتين بتعلم السي بلس بلس مثلا كويس، تعمل بروجيكتس كتيره، تعمل او او بي، تعمل تشارك مسابقات البرمجه وما الى ذلك. ده الديسكتوب اللي احنا بنعمله طول الوقت. من الحاجات اللي الطلبه بي 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 بيستهلكوا وقتهم فيها غلط ان هم بيروحوا يعملوا ديسكتوب ابلكيشنز كتيره. زي ما انتم شايفين الديسكتوب ابلكيشنز في الاخر تخص جهازك، فدي مش النوع الاشهر في السوق العملي، ويمكن تنزل السوق وتشتغل عمرك كله ما تعملش ولا ديسكتوب ابلكيشن. فلما تيجي تتعلم ديسكتوب ابلكيشنز سايب الجافا مثلا ولا حاجه، وده هيبقى افضل غالبا، او السي شارب ولا حاجه، اتعلم اعمل كام اكزامبل كده صغيرين عشان تبقى فاهم يعني ايه ديسكتوب ابلكيشن، البيزك كونسبتس اللي فيه، لكن ما تطولش لان مستقبلك مش هيدور قوي في فلكه. الويب ابلكيشنز طبعا دي حاجه مشهوره جدا، احنا طول الوقت قاعدين على الانترنت، فده من اهم الحاجات اللي تحتاج تتعلمها في حياتك. والتاني الموبايل، طبعا السمارت فونز مالت الدنيا دلوقتي، وفي ديبيتس ما بين الناس ان كان الموبايل هو اللي هيبقى دوميننت في المستقبل ولا. المهم ان الويب والموبايل يعني حاجه مهمه جدا. طيب عايزك تفهم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان القضيه كلها في موضوع البروجرامينج ده بتدور في فلك البروجرامينج مينتاليتي، اللي هي الطريقة اللي عقلك بيفكر فيها في الفلو بتاع البروجرام. القضية مش قضية سينتاكس، فالمشكلة عمرها ما تكون انا بدأت بسي بلس بلس ولا جافا ولا بايثون، لان دي كلها مجرد تولز. لكن اللي يهمنا فعلا هو البروجرامينج مينتاليتي، ازاي بتفكر، مثلا التفكير بطريقة ريكيرسيف، الطريقة التفكير بطريقة توب داون بوتوم اب، التفكير في الدنيا بصورة او او بي، هو ده اللي يهمنا، المينتاليتي بتاعت البروجرامينج. فلازم تفهم ان السينتاكس مش مهم، عشان كده دايما يقولك اللي يتعلم اول لغه برمجه صح بيسويتش من لغه للتانيه بسهوله جدا. ليه؟ لان هو حصل البروجرامينج مينتاليتي وشاف سينتاكس، فلما بيجي ينطلق من لغه للتانيه بيغير سينتاكس للسينتاكس، بس المينتاليتي بتبني مره واحده خلاص. فما يفرقش كتير اتعلمت الاو او بي في سي بلس بلس ولا في الجافا، لكن اللي بيفرق انك تربي ده. عشان كده بعض الناس تلاقيه بعد مثلا ما ياخد بروجرامينج 1، بدل مثلا ما يروح يتعلم او او بي وهكذا، تلاقيه قلب جافا مثلا. فاحنا بنقول له بتعمله ده غلط، انت اتعلمت سينتاكس ورحت تتعلم سينتاكس، احنا عايزينك تكمل شويه علشان السينتاكس مش مهم، المهم هو البروجرامينج مينتاليتي. في حاجه اسمها البروجرامينج كونسبتس، كل لغه برمجه ليها شويه كونسبتس من منظورها الخاص، واللي بيخلي لغه برمجه جديده تظهر انها بتحاول تعالج خلل في اللغه الثانيه، او بتحاول تضيف فيتشرز تخصها. مثلا السي بلس بلس ما فيهاش غير الكونسبت بتاع اما ترجع وان بارامتر يا اما ترجع فويد. لما تروح مثلا تيجي مثلا بقى في السي بلس بلس عايز ترجع 5 بارامترز مثلا، تلاقي نفسك بدات تتعب في السي بلس بلس، يا اما تعمل فيكتور يا اما تعمل استراكت وهكذا. لما تروح مثلا في حاجه زي البايثون، البايثون فيها الكونسبت بتاع انك انت ترجع المالتيبل ايتمز ورا بعض، يعني مع بعض، فتلاقي نفسك بترجع المالتيبل ايتمز في البايثون بصوره سريعه جدا. البايثون من اللغات اللي معروف انك انت ممكن تكتب فيها كميات قليله جدا من الكود في وقت قليل جدا ريليتيف للغه زي سي بلس بلس والجافا، وده سبب شهرتها، ان مثلا ممكن نكتب كود بلس سي بلس بلس مثلا في 100 سطر
نفس الفكرة ممكن نعملها بعشرين سطر في البايثون مثلا. يعني السي بلس بلس مثلا بتخليك تموديل تمانج الميموري بتاعتك بنفسك. الجافا فيها كونسبت اسمه الجاربج كوليكتور، البروجرام مسؤول على ان هو يكلين اي حاجة، وبالتالي نادرا ما تخش في ميموري ليك في الجافا وهكذا. واللغات بتنفع في موقف وما تنفعش في موقف. نرجع بقى للتايتل بتاعنا بروجرامينج كونسبتس. زي ما قلنا كل لغة ليها الكونسبتس اللي تخصها. بعض الطالب بيتوهم انه يخرج من الكلية بلغة واحدة، فبنقول له انت فاهمه ده غلط، ده احنا عايزينك تخش في كذا لغة برمجة ويكونوا انواعهم مختلفين علشان تشوف كونسبتس مختلفة، فالبروجرامينج مينتاليتي بتاعتك تكمل. طيب اللغات زي ما قلنا في لغات بتبقى general purpose، بمعنى انك ممكن تعمل بيها حاجات كتيرة جدا زي سي بلس بلس والجافا والسي شارب والبايثون. بعض اللغات ممكن تبقى general purpose مع ذلك هي بتبقى انجح في مساحة محددة. يعني البي اتش بي is a general purpose language، مع ذلك نجاحها الحقيقي في الويب، وسي بلس بلس general purpose مع ذلك نجاحها الحقيقي في الكونسول. في لغات بتبقى specific purpose، يعني هي اتعملت علشان تبقى شغالة في حاجة محددة زي الار مثلا. الار هتلاقيها مشهورة عند الناس بتاعت الستاتستيكال كومبيوتنج والجرافيكس والبيج داتا وما الى ذلك. اللغات برضو ممكن تبص لها بصة انها لغة كومبايلد زي السي بلس بلس والجافا والسي شارب، او انتربريتد زي البايثون. يعني ايه كومبايلد ويعني انتربريتد؟ اللغة الكومبايلد دي انت بتكتب الكود تعمل له كومبايليشن يتحول للغة تانية، ففي وقت هنا بيتاخد عشان نحول الكود لكود تاني. خلاص، عادة الكود الكومبايلد بيبقى أسرع لأنه تحول لفورمات أقرب للماشين كود. الانتربريتد بقى مفيهوش الخطوة دي. الانتربريتد ده أول ما تكتبه تقول له رن يران على طول، مفيش كومبايليشن، يبدأ ياخد البرنامج بتاعك سطر سطر وينفذه، وفجأة ممكن يجي في سطر في النص بايظ فالبرنامج يكراش. لكن الكومبايليشن انت لا، لو البرنامج عرفت ترنه يبقى هو كله صح. الانتربريتد مش كده. في تفاصيل تانية كتير بس انا بس حبيت ألمح للفرق. المفروض قبل ما تتخرج تكون عرفت شوية لغات سي بلس بلس كومبايل وشوية ايه من الانتربريتد. في ديبيتس دايما ما بين الناس، نبدأ الناس نعلمهم بأني لغة، ناس تقول لك السي بلس بلس ويقعدوا يتخانقوا عشان في حاجات زي البوينترز ولو انستراكشنز، ناس تقول لك لا علموا الجافا والسي شارب على طول دي لغات في السوق، ناس تقول لك لا علموا بايثون علشان مش عارف دي لغة سهلة وبسيطة ومش عايزينه يكره البرمجة. كل طرف عنده اسباب قويه. من وجهه نظري مش فارق كتير هتتعلم اني لغه اكتر، انا بفضل السي بلس بلس. لكن لو حد جه قال لي انا اتعلمت جافا هقول له عادي مفيش مشكله. طب حد قال لي بايثون مفيش مشكله عادي خالص. لازم تتعلم اكتر من لغه قبل التخرج، وزي ما قلنا لو اتعلمت اللغه الاولى صح اي لغه تانية بتبقى غالبا في حدود الايه من 1 to 3 books weeks. اللغات لازم تقرا فيها من الكتب. انهي لغه؟ كل اللغات؟ لا، افرض انت هتشتغل في السوق فعلا بالجافا مثلا، يبقى لازم تقرا في الجافا من الكتب وهكذا. لازم تقرا. في حاجه اسمها بروجرامنج ترندز. لغات البرمجه دي النهارده في لغه بتبقى فيري اكتيف في السوق ممكن بكره تنزل، ممكن السي بلس بلس النهارده قليله بكره تزيد، ممكن تظهر بكره لغه جديده. بيسموه الموضوع ده بروجرامنج ترندز. البروجرامنج ترندز عاده مش اكيوريت قوي بس بتديك خلفيه مين اشهر مثلا خمس لغات، فبيبقى ظريف انك تعرف ايه لغات البرمجة. زي ما قلنا اللغة عمرها ما بتبقى الحاجز اللي بيواجهنا. خلاص، المفروض انك تبقى عارف اكتر من لغة. لو حد قالك اتعلم لغة جديدة عادي مش ازمة. لما تيجي تقرأ بقى ما بين فروق اللغات تحتاج مثلا تقرأ عن البرودكتيفيتي، بمعنى مين اللغة اللي بتكتب بيها اكتر في وقت اسرع، او مثلا بتقلل لك المشاكل اللي ممكن تقابلك. البايثون مثلا مشهورة او في البرودكتيفيتي. البرفورمانس، في لغات بتبقى سريعة جدا، في لغات في مقابل انها تبقى برودكتيف او تبقى بطيئه شويه. في لغات تحاول تحل المشاكل دي. سي بلس بلس لغه البرفورمانس بتاعها سريع جدا. البورتابيلتي، تحتاج تعرف الفرق ما بين السي والسي بلس بلس، الفرق ما بين الجي تو اي والدوت نت، الجافا فيرسس البايثون وهكذا. فبعد شويه يعني مش دلوقتي، لما تقرا لما تتعلم لغتين ثلاثه كمان ابدا حاول تقرا في الفروق ما بين اللغات. السي بلس بلس لغه حلوه علشان الفيتشرز الخاصة اللي فيها، فأنا بحبها في الإديوكيشن زي البوينترز، ميموري مانجمنت، اس اس اي انستراكشنز وهكذا. الميجر ادفانتج اللي في السي بلس بلس هو البرفورمانس. السي بلس بلس والسي ممكن يغلبوا تقريبا اي لغة في السرعة. بعض الناس تدعي ان لا ده السي شارب سريعة زي السي بلس بلس، الكلام ده مش منضبط. من وجهة نظري مفيش حد يعرف يهزم السي بلس بلس في البرفورمانس. طب ها
يلا بقى يبقى سي بلس بلس اشهر لغه في الدنيا. لا، ليه سي بلس بلس مش اشهر لغه في الدنيا؟ لان البرفورمانس مش عاده هو الموست كريتيكال كونسيرن في الابلكيشنز، ولا يعني ما فيش مشروع فروم اي تو زي كل حاجه فيه البرفورمانس فيه هي المهمه. لا، غالبا في حتت معين في الكود هي اللي ممكن البرفورمانس بتاعها يبقى مثلا بتاخد 10 ثواني في سي بلس بلس، او تاخد مثلا 80 ثانيه في الجافا مثلا. يعني غير كده في بلوكس كتيره جدا في الكود ما يفرقش معاها البرفورمانس. فعشان كده سي بلس بلس مش هي اشهر لغه في الماركت شير. طبعا السي بلس بلس لغه جزء من الماركت، ما ينفعش تفرقه في السنين الجايه، لانها جزء من حاجات كتيره، بالذات في لو ليفل وكيرنل ولينكس وحاجات كتيره هي جزء مهم فيها، فضلا عن موضوع البرفورمانس دوت. في لغتين تانيين مشهورين، الجافا والدوت نت، ودول مش مجرد لغه، دول ستاك اوف تكنولوجيز. يعني ايه ستاك اوف تكنولوجيز؟ لما بنيجي نعمل الابلكيشن، الابلكيشن بيبقى عباره عن اكتر من ليفل. مثلا الليفل بتاع الداتابيز، الليفل بتاع الابلكيشن لوجيك، الليفل بتاع الفرونت اند. اللغتين دول عندهم تكنولوجيز لكل الليفلز دول. مش بس كده، دول عندهم سبورت قوي للحاجات دي، السكيورتي ككونسيرن موجود وافيلابل في الحاجات دي. عشان كده اللغتين دول مشهورين جدا ان هم بياخدوا اكتر ماركت شير في تقريبا كل الاسواق. يعني طبعا دي حاجه مش ثابته، ممكن تتغير بكره عادي، يعني زي ما قلنا في حاجه اسمها بروجرامينج ترندز. في لغات بتفضل انها تاخد لغه جنرال بيربس قويه زي الجافا والدوت نت وتعمل الابلكيشنز بتاعتها كلها بيه، ونقدر نقول ان الغالبيه العامه من الابلكيشنز في الريل لايف ده بيفت معاها عادي خالص. في لغات تانية، في مثلا شركات تانية بتعمل حاجه اسمها ميكس ما بين اللغات، يعني يبقى بيستخدم اكتر من لغه في المشروع بتاعه عادي. لغات البرمجه بتنفع تكوميونيكيت مع بعض مثلا، ويستخدم كل لغه في الحته اللي هي قويه فيها. افرض مثلا هياخد السي بلس بلس لحته فيها ماتريسيز مالتيبليكيشنز، فالاريا دي سي بلس بلس تبرفورم فيها بقوه جدا، ويجي الحته مثلا فيها نتوركينج وسكيورتي يستخدم الجافا فيه، ويستخدم البايثون في الاوفر اول كود علشان يبقى برودكتيف اكتر، وهكذا. واعتقد شركه زي جوجل مثلا ممكن تعمل موديل زي دي. لو عايز نديك خطه لتعلم لغات البرمجه، بس يعني في الفري انك ما تعملهاش، ركز قوي في سي بلس بلس في اول سنتين من عمرك. ادرس كتاب زي فيرست بوك في سي بلس بلس، اكسرسايزز، بروجكتس، وشارك في مسابقات البرمجه. بعد كده اختار لك تراك رئيسي جافا او دوت نت. هتلاقي مثلا عندنا في حاسبات القاهره ناس كتير بيدرسوا جافا، حلوان وعين شمس بيدرسوا سي شارب. شوف ايه الاشهر في كليتك وامشي وراه. تعال على اخر 3 اسابيع في اجازه سنه تانيه وركز فيهم في اللغه دي، هات لك كتاب واقعد اقرا فيه. وبعد كده زي ما قلت لك بقى، ابدا افضل بتتعلم في الستاك اوف تكنولوجيز بتاعتها، اتعلم مثلا الويب بتاعها، الموبايل بتاعها، وهكذا. قبل اجازه سنه تالته ابدا اتعلم الويب بيزكس زي HTML، جافا سكريبت، CSS، وابدا اتعلم ويب فريم ورك، واحد من الحاجات دي، GSP، ASP، PHP، روبي اون ريلز، اتعلم حاجه من الحاجات دي. وانت في سنه رابعه اتعلم بايثون. الخطه دي هتعلمك شويه حاجات ظريفه يعني لا باس بيها. خلاص. الانترنشيبس بسرعه عامه، عايزك تيوتلايز الفاكيشنز بتاعتك. اوعى تفتكر ان دي فترات الراحه، دي اهم فترات العمر، اجازاتك. انا كنت يعني كان ليا 2 برزنتيشنز كده هتلاقيهم هنا، كنت بدي فيهم نصايح كتيره للناس، جزء منها بيتكلم على الفاكيشنز وازاي ممكن تخطط الاجازات بتاعتك، ممكن برضو تعتبرها قديمه شويه بس هتنفعك. يعني روح الانترنشيب بتاعتك في سنه تالته، ما تروحش قبل كده الا لو الانترنشيب بتاعتك هتبقى في شركات زي جوجل وفيسبوك، فطبعا لو جات لك اوبورتيونيتي روح على طول. لو سمحت ما تشتغلش قبل التخرج، ما تشتغلش قبل التخرج، ما تشتغلش قبل التخرج. بعض الطلبة يبقى نفسه ينط في السوق، دي مرحلة تعليمية، ما تفرقش التعليم دلوقتي. اللي جاي من عمرك كله شغل في السوق، فاوعى تنط تاخد سنتين من عمرك في السوق وتسيب حاجات كتيرة مهمة لازم تتعلمها دلوقتي. مشروع تخرجك مهم، وابدأ ركز عليه بدري بدري قبل التخرج. يعني نوعا ما السلايد دي بدأت تفرق السكوب بتاع السيرز، بس يعني كانت مهمة ان احنا نقولها. مهم برضو انك تاخد بالك ان في فارق ما بين النولج والسكيلز. النولج بنتعلمها بسرعة، نقرا كتاب نتعلم النولج، ممكن نقرا في كتاب نعرف يعني ايه ريكيرجن، لكن ان احنا نبقى سكيلد في الريكيرجن دي مش حاجة سهلة. خلاص، ممكن تتعلم البيزكس بتاعت البرمجة، لكن عشان تربي برنامج بروجرامينج منتاليتي لازم تكتب كتير. ممكن تتعلم الاو او بي كونسبتس، لكن عشان يبقى عندك او او بي سكيلز لازم تاخد تعمل مشاريع كتيره.
ممكن تتعلم الجوريزمز بسهولة، بس عشان يبقى بروبلم سولفينج سكيلز لازم تاخد وقت كتير. فنصيحتي في الفيلد بتاعنا دوت، لما تتعلم حاجة روح اتمرن عليها كتير جدا، خلاص. فبالمنظر ده يبقى عندك نوليدج قوية واكسبيرينس كويسة عليها. السيرش سكيلز بتاعت حضرتك حاجة مهمة جدا، لازم تعرف ان احنا في حياتنا طول الوقت بنخش على جوجل، طول الوقت بتقابلنا مشاكل، لكن الظريف ان المشاكل دي كتير من الناس مثلا يقابلك كومبايليشن ايرور معين، خد الكومبايليشن ايرور وحطه في جوجل، خلي دايما جوجل يبقى يعني كده ايه صاحبك. برضو ممكن يخطر في بالك اسئلة كتير، مثلا هل الشيرد بوينتر ممكن يعمل ميموري ليك؟ هل الاكسبشن هاندلنج حاجة كويسة؟ اسئلة كتيرة جدا الناس عاملة لها ديسكشنز على الانترنت، فممكن تتعلم من حاجة زي كده. جوجل ممكن تتعلم ازاي تستخدمه اكتر من الصورة البسيطة، يعني في تريكس في جوجل ممكن تتعلمها. تخيل مثلا انك انت عايز كل الاكواد اللي فيها حاجة زي كده، ماب اوف سترينج اوف فيكتور اوف انت، ممكن تعمل كده في جوجل، تكتب الجملة دي تقول له فايل تايب كولون سي بي بي، هيجيب لك كل الحاجات اللي السي بلس بلس وكتبت فيها الجملة دي. او مثلا تكتب انترودكشن تو ثريدنج فايل تايب كولون بي بي تي، هيجيب لك كل الباور بوينتس اللي فيها انترودكشن تو مش عارف ايه. فتعلم جوجل سيرش تريكس عشان تعرف تستخدم جوجل بصورة كويسة. السي في بتاعتك حاجة مهمة جدا عشان مستقبل حضرتك. الدايفيرسي بتاعت لغات البرمجة اللي كنا بنتكلم فيها مهمة، الدايفيرسي بتاعت مشاريعك مهمة، شيرنج في حاجة زي برمجة، شيرنج في حاجة زي سامر اوف كود، شيرنج في اوبن سورس بروجيكتس، والانترنشيب بتاعتك الجراديويشن بروجكت، هو ده السي في اللي مطلوب منك وانت في سنة رابعة. طول الوقت كل ترم فكر في السي في بتاعك، لان ده هيبقى رسالتك للسوق لما تتخرج. فعينك على مستقبلك، وعينك على اللي انت محتاج تعمله عشان يبقى في الاخر عندك سي في كويس. اضرب مثال، افرض حد قعد طول عمره ما بيعملش غير مسابقات البرمجة، فلما تيجي تبص على السي في بتاعه هتلاقيه سي في ضعيف لانه ما فيهوش غير اليمنت واحد. افرض واحد مثلا ما اتعلمش غير لغة زي سي بلس بلس، يبقى الراجل ده ما عندوش غير بروجرامينج كونسبت. افرض واحد مثلا عنده مشروع تخرج ضعيف، فدي مشكلة. افرض ما عندوش مشاريع حاططها في السي في بتاعه، مشكلة. فركز في السي في بتاعك عشان تبني سي في محترم. شكرا جزيلا على وجودكم معانا في السلسلة لحد آخرها، جزاكم الله خيرا، علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما. سلام عليكم.